أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى ومن اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله. واتقوا الله لعلكم تفلحون.
واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوا والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء يسألونك عن الأهلة يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج يسألونك مواقيت للناس والحج
والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله الشهر الحرام
الشهر الحرام والحرمات قصاص والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. واتقوا الله واعلموا الله مع المتقين. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأنفقوا في سبيل الله ولا وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتم الحج والعمرة لله الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأن
الحج والعمرة لله. الحج والعمرة لله. وأتم الحج والعمرة فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله Thank you.
الحج أشهر معلومات الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب واتقوني يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا المشعر الحرام واذكروه كما هداكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله المشعر الحرام واذكروه كما هداكم فاذكروا
كتابا مؤجلا ومن يرث ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرث ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين ومن الشاكرين. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام استمعنا وإياكم خاشعين منصتين للتلاوة قد تلاها على مسامي حضراتكم ذلكم العلم القرآني فضيلة الأستاذ القارئ الشيخ محمد السجا مدرس القراءات وعلوم القرآن بالأزهر الشريف والحاصل على أول جمهورية لصنص القراءات وعلوم القرآن والمقيم بمركز ومدينة الدريجان محافظة البحيرة. حضرة السادة المعزين الكرام شكر الله سعيكم جميعا والبقاء لله وحده